لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الرباط اللقاء الذي سينطلق بعد قليل دور نصف نهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، المقابلة النصف النهائية الأولى والتي ستجمع بين المنتخب المصري ونظيره الأنغولي، لقاء يدخله كل منتخب باحثا عن تحقيق الفوز وتحقيق الانتصار. دخول العناصر فاز بلقبها المنتخب المصري، النسخة التي شهدت شاركة المنتخب المصري بينما أنهى المنتخب الوطني المغربي البطولة في المركز الثاني، كان هو اللقب الثاني للمنتخب المصري. خالد كرة تفتك فرصة تسديد حارس المرمى، حكم لم يعلن عن أي خطأ. الهدف الأول لمنتخب أنغولا. المنتخب الأنغولي يحصل على الأسبقية والتقدم في هذه المباراة، يصبح النتيجة هدف مقابل شيء للمنتخب الأنغولي الذي ينجح في تسجيل الهدف. المنتخب المصري عصام رمضان، كرة ضاعت من عصام لكن الحق لمنتخب مصر، فرصة جديدة، هدف التعادل بسرعة. ينجح المنتخب المصري رجع في النتيجة بسرعة المنتخب المصري ويسجل هدف التعادل بحارس المرمى جمال بدوي، تسديدة خارج. صورة اللاعب من منتخب أنغولا، هنا الكرة تفتك عادت للمنتخب المصري، تسديدة بهذه الطريقة خارج. هنا فرصة التسديد، حارس المرمى جابرييل. تدخل من الدفاع، التسديد، حارس المرمى جواو رقم 10 في تشكيلة منتخب أنغولا. الكرة اصطدمت بلاعب المنتخب المصري عبد الرحمن. الكرة وصلت سهلة لحارس المرمى، أكثر امتلاكا للكرة لحد الآن في الدقائق الأولى في أول عشر. افتك فرصة للمنتخب المصري، هنا التحضير، تسديد خب. المقابلة النصف نهائية على الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة المغربية، رياضية في بث تلفزيوني مباشر. الكرة تفتك، مصطفى خلف، فرصة جديدة، محاولة أخرى من محاولات منتخب أنغولا، خروج حارس المرمى بدوي، التنفيذ بهذه الطريقة، حارس المرمى ينجح في التصدي. كرة خرجت ليتواصل احتفاظ المنتخب الأنغولي بالكرة، فرصة لمنتخب أنغولا، إمكانية التسجيل، يتدخل المدافع في آخر لحظة، كان قريبا هدف. هنا فرصة هجوم مضاد للمنتخب الأنغولي، إمكانية التسجيل، التحضير، الهدف الثاني، الهدف الثاني لمنتخب أنغولا. هذا كان متوقعا ومنتظرا في ظل الضغط الكبير الذي شنه منتخب أنغولا على مرمى الحارس جمال بدوي، فرحة الجماهير الأنغولية. هنا اللقطة، هنا خطأ، حاول المرور، قد يفقد الكرة، كاد أن يفقد الكرة في اللقطة الماضية، يتحصل على خطأ، يمكن تسجيل هدف التعادل. المراوغة، مازالت الفرصة مستمرة، يتدخل الدفاع. خالد عبد الحليم كان قريبا من محاولة المرور، فرصة على عيسى، كان قريبا عبد الرحمن مع العودة لخالد عبد الحليم، يمر التصويب بدون دقة يا عبد الحليم. كرة خارج الملعب عادت لمنتخب أنغولا، على عيسى التسديد، حارس المرمى جابرييل دومينغوس ينجح في التصدي، كانت تسديدة بطريقة ممتازة من محمد سعيد الذي نجح في التصدي.
الحارس اللي دخل هو نيلسون غولا. رجع غابرييل دومينغوس، هذا ما تحدثت عنه قبل قليل، فعلا كانت محاولة تكسير نسق المقابلة. هنا فرصة، حكم يعلن عن خطأ. الضوء الأخضر، يسجل على عيسى، تنفيذ رائع بطريقة ذكية جدا، أصبح النتيجة متعادلة، هدفا اثنان لكل منتخب في هذا اللقاء. هنا التمريرة تسديد من أندرسون، العودة لحارس المرمى غابرييل دومينغوس. كرة خرجت، تجاوزت الخط، عادت، فرصة جديدة، تسديدة خارج الملعب، عادة الكرة. عبد الرحمن محمود ينجح في المراوغة بطريقة ممتازة رائعة، سديدة اصطدمت بلاعب المنتخب الأنغولي، خرجت المرمى. هنا فرصة، محاولة تدخل من حارس المرمى غابرييل دومينغوس، تسديد، التدخل من الدفاع، عادة الكرة، خطأ فادح، الهدف الثالث، الهدف الثالث للمنتخب الأنغولي، خطأ فادح على مستوى خط الدفاع، يستغله المنتخب الأنغولي ويسجل الهدف الثالث. فرحة الجماهير الأنغولية هنا في المدرجات. فرصة لمنتخب أنغولا، حارس المرمى ينجح في التصدي وينقذ المنتخب المصري من هدف محقق. هنا فرصة، الهدف الرابع لمنتخب أنغولا، حارس المرمى غابرييل دومينغوس يسجل الهدف الرابع. توصل الفرص، محاولة جديدة، الهدف الثالث للمنتخب المصري، تسديدة لا تصد ولا ترد من محمد سعيد. كبير ما تبقى من وقت بطريقة ذكية. هنا فرصة للمنتخب الأنغولي ينجح في تسجيل الهدف الخامس، منتخب أنغولا، أصبح النتيجة 5 أهداف مقابل 3.